السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعي قناة تيك توك. نرى في هذا اليوم شرح لتطبيق رائع، تطبيق رهيب وخطير، تطبيق لربح عملة البيتكوين. طريقة سهلة جدا عبر تطبيق يمكنكم الاستفادة من خلاله على هذه العملة التي تشهد ارتفاعا رهيبا. سأقوم بشرح تفاصيل هذا التطبيق، ولكن قبل البداية في الشرح أتمنى منكم ضغط زر الإعجاب والمتابعة لقناتنا لكي يستفيد أكبر عدد من الإخوة من هذا التطبيق الرائع. هذه هي واجهة التطبيق كما ترونها أصدقائي، تطبيق رهيب وخطير لربح عملة البيتكوين بطريقة سهلة جدا. نعلم أن 1 بيتكوين يساوي 6640 دولار، هي أقوى عملة حاليا في السوق العالمية. من خلال هذا التطبيق تمكننا من ربح هذه العملة بطريقة سهلة جدا عبر الضغط على بعض روابط داخل التطبيق. التطبيق يحتوي على إعلانات وإشعارات اقتصادية وصحف عبر الضغط على ريد شير فور. كما ترون تجدون أسفل الخبر أو الجريدة Get Read Power، هكذا تحصلون على طاقة 100 باور. كما ترون هذه الطاقة تضاف إلى حسابكم في التطبيق، وستقومون بتحويلها إلى عملة البيتكوين وبدورها. هذه العملة يمكنكم تحويلها إلى حسابكم في الباي بال. لاحظنا التطبيق رائع ورائع جدا أصدقائي، لا تضيعوا الفرصة، يمكنكم الربح من خلاله بطريقة سهلة جدا عبر قراءة بعض المقالات والضغط على الأيقونة البرتقالية أو الإطار البرتقالي. ستضيفون ضغطات التطبيق إلى حسابكم في البيتكوين. كما ترون أصدقائي تحصلت على 1200 طاقة الضغط فقط، كما شاهدتم في خبرين فقط. هكذا تتحصلون على عملة البيتكوين، هي أقوى عملة وأخطر عملة حاليا في السوق، يمكنكم الاستفادة منها. بالآخر أتمنى منكم أن ينال الشرح إعجابكم. إلى اللقاء في قادم الشرح.